دوري كار صار ثلاثة هذا بلشنا بالمشروع تقريبا أربع خمس شهور. كانت الفكرة زيادة الدخل وقت اشتغلنا نحن والصبايا حبينا الفكرة. شغل حلو بسيط بيشبهنا نحن الستات بعمل المطبخ والبيت. متعاونين مع بعضنا مخلصين، بنحب شغلنا بنحب نهارنا مع بعضنا. يعني في صعوباتنا مثل الأمر المصعوبات التسوق جرة الغاز هي الأمور بالدرجال، بس نحن قد حالنا وقادرين نشتغل بكل على حالنا. هيك شيء تأمين الغاز والخضرة للصابون للساندويتش البطاطا أمورنا منيحة ميسرة الحمد لله. بتقبل وعم تهتم بدعم وفي تأكيد هذا الموضوع إنه صبايا مع بعضهم قادرين يشتغلوا كل شيء ويديروا بعدهم على كل شيء ونعمل العمل حتى اللي بيتطلبه الجامعة يعني. حتى الامور الكبيره الامور الصغيره هي الامور لا بالعكس احنا كثير دعم وتشجيع وفكره حلوه انه نحن صبايا مع بعضنا. يعني هوني هون بهذا العمل وجه مثالي لكل الصبيه لكل الست قادره انها تشتغل ما تستحي لانه ولا تخجل بشيء ما تقدر انها تشتغل وتقدر انها تعمل اي شيء تقدر انها تكون بجانب الرجل بكل الاحتياجات المجتمع بأي عمل بتكون فيه ما تستحي ما تتجلي ما تتلبكي. صبية لازم تكون قد حالها بكل أعمال الحياة يعني بكل أعمال المنزل بكل ريتمي دخل على بيتك بكتب وجودك تكوني جديرة بالاحترام وتكوني مقدرة بشكل دائم. معلوم الوضع الاقتصادي كثير أكثر بالأسعار يعني نحن تقريبا كل يوم في سعر جديد، سعر الزيت، سعر البطاطا، سعر الخضار، بس انه نحن يعني اسعارنا مقبوله بكل شيء بالكساب بالساندويتش بهي القصص، امورنا مقبوله لانه الغلاء مش طبيعي يعني الاسعار من يوم ليوم عم بتزيد، عم نضطر احيانا شوي نزيد الاسعار يعني ليتناسب بس مع ليكون الدخل متناسب مع الاسعار الزياده اللي عم تصير وسطيا يعني هيك وهيك. احيانا في تعب في اجهاد يعني في وقت في النهار في تقطيع بطاطا وفي شغل جرات الغاز الثقيله بنعاني احيانا من هذه القضايا يعني بس تاقلمنا معها حبناها عم نحاول قدر الامكان نتماشى معها. اللي دعانا انه نشتغل هذا الشغل ازدياد مصاريف الحياة والظروف الصعبة الظروف يعني بده الواحد يشتغل اي شيء لانه يكسب رزق الحلال ويقدر ينبي احتياجات. هلا اكيد في نظرة اول شيء معنا هلا صارت الناس تشجعنا انه هلا هون الكادر نسائي فالنساء دائما معروفة انه حريصين على النظافة بيهتموا بتفاصيل انه حتى الرجال ما بينتبهوا لها. فحتى من شو عم تحسي انه لا انه هذول بنات بدي اشتري من عندهم يعني تحسي المراه عندها ثقه بالمراه اكثر من الرجل بهذا الموضوع يعني. هلا اجباري اول شيء حدا انه بيستغلوا هيك انه انت عم تشتغلوا بتبيعوا بطاطا وهيك بس اجباري يعني هلا بنلاقي ترحيب بنلاقي اقبال الحمد لله الوضع انه تمام وعم نتعاون نحن السيدات مع بعض ما عم نلبي كل احتياجاتنا. نحن عندنا هون كل شيء بنشتغله على ايدينا نحط على البطاطا المايونيز الجبنه كل شيء نحن بنشتغله على ايدنا ما بنشتري شيء جاهز فلهيك نحن بنثق بكل شيء عم نبيعه. اجباري هلا في تعب جسدي بس الحمد لله نحن تعودنا تاقلمنا على هذا الشيء. ما في شيء بيجي بالسهل رزق الحلال بده تعب اجباري. هلا فوائد الشغل هون انه بقوي الشخصيه بنمي القدرات على التعامل مع الناس مع الاخرين بقوي الثقه بالنفس. ثاني شيء انه ما بخليك تعتادي لحدا طبيعي. هلا لازم يكون في تعاون بين الرجل والمرأة. الرجل ما هلا بهي الظروف ما عم يقدر انه يلبي احتياجات بيته كلياتها فبده يكون في دعم من المرأة والتشجيع لازم يكون منه بنفس الوقت.